مع حاتم. رجعنا لكم في الكاتريام بارتين تاع الميسيون تاعنا. دونك رينا برشا تصاور الإدارة، مش نحكي على الإدارة الذكية، أما نحكي على الإدارة الناعسة شوية. رينا تصاور متاع ناس بالتليفون حاطينهم في الفولارة متكوانسي ويخدموا ويحكيوا الله أعلم مع شكون. رينا ناس على فيسبوك، رينا بو نحكي على تصاور جدد بخاطر فهم برشا تصاور تاع السوليتير ظهر لي حتى حد ما عاد يلعب سوليتير توا. باش ناخذوا اكثر وانا نحكيوا على الموضوع هذا، معنا رئيسة جمعية التواصل مع الإدارة السيدة وهيبة. وهيبة شرن. وهيبة شرن، أول مرة نسمع اللقب هذا. أهلا بيك مدام. وبيك عايشك، مرحبا، تحياتي للجميع. يعيشك. من خلال برنامجك نحب نوجه تحية للشعب التونسي الكل، وتحية للإدارة التونسية زيادة. هاي نحييوها الإدارة، الإدارة المتفاعلة، الإدارة العاملة، الإدارة الذكية، الإدارة التي تحترم وتحلل شهريتها. والإدارة الأخرى مدام نحييوها، وش نعملوا لها الإدارة الأخرى؟ شوفوا يا غالي، تحب نحكي بمنطق، الإدارة هي ملك الشعب ومكسب الشعب، وعلى بمنطق الإدارة عدوة الشعب وعدوة الدولة. يا أخوي احنا من خلال تجربتنا كجمعية التواصل مع الإدارة من 2013 واحنا موجودين في الميدان، أنا اللي لاحظناه كون هالإدارة التونسية تحتضر. صدقني تعب برشا 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 الإدارة التونسية. تعب من أي ناحية مدام؟ شو نقولوا من أي ناحية؟ من جميع النواحي. احنا كنجي نشوف احنا توا خويا باختصار وقت اللي قمنا بثورة، ثورة تونس المجيدة، لأن احنا نمنوا بثورتنا. وقت اللي قمنا بالثورة هذه احنا نبدأ الثورة ديما شنو؟ تثور الشعوب ثم تهدأ باش تبني الأمجاد كما نقولوا فيها. وهكا ولا ليه؟ اي ها ما هذا المبدا في كل ثوره هكا صار معي. نثوروا على الفساد، نثوروا على الظلم، نثور ثم نهدى بعد ما نكملوا كل شيء باش نبداو نبنيو في بلادنا من جديد ونمشيو للطموحات اللي معناها من اجلها خرجنا وعملنا ثوره. احنا شنو اللي صار فيما يتعلق بالاداره التونسيه؟ صحيح كان فيها برشا نقص قبل الثوره، كان فيها برشا معناها مشاكل، كان فيها هذا الكل كان متواجد وكنا نعترضوا عليه، كنا وكنا نحكيوا على الفساد في الإدارة التونسية قبل الثورة. نورمال ما أخويا الغالي وقت اللي جات الثورة وجات إرادة سياسية جديدة وين نمشي وإحنا نتوجهوا باش ننظموا هالإدارة هذه؟ أول حاجة شنو لازم لنا؟ نمشي ونبدلوا القوانين اللي تسير فيها الإدارة هذه. ما هوش معقول نخليوا القانون القديم اللي كنا معترضين على برشا أشياء فيه، معناها اللي كانت ضد إرادة الشعب، هنقول ما كانش الشعب ينجم يتحرك من خلال القوانين هذه. أول حاجة هذه اللي لاحظناها احنا كجمعية، احنا ساعات نمشيو للإدارة شو تقول لنا الإدارة المسؤولين في ده؟ يقول لنا يا خويا بدلوا القانون تو نتفاعلوا مع مطالب الشعب. تي ما في مستنس معني أرجع خدوة أنا بدل قلت ما عنديش القدرة. أنت عندك عقلية ثورة. شو هي عقلية الثورة؟ معناها تعتبر الإدارة ما خلطت لهاش الثورة. يعني ما خلطت مش ما خلطت لهاش، يا ليتها ما خلطت لهاش فقط. ما خلطت لهاش. وزاد شنو اللي صار؟ الانقسام السياسي داخل الإدارة. تأثير السياسي على الإدارة. شنو اللي معناها اخترنا به القديم والجديد؟ يعني الناس قعدت في صراع في الإدارة على التموقع داخلها، هذا عنده جماعته والآخر عنده جماعته، لأن احنا محايدين رانا. احنا رانا نعتبر روحنا محايدين. كيف نحكيو على مكسب الإدارة نحكيو عليه منطلق مكسب وطني. ما يعني ليش احنا الحزب الفلاني أو المنظمة الفلانية أو يعنينا الإدارة مكسب وطني. أي سياسة معناها
اي اراده سياسيه وقت اللي جيبش تنفذ على الواقع شكون ينفذها؟ تنفذها الاداره ولا ليه؟ باهي بس نتفاعل معاك مدام وهيبه. هذوما المشاكل انا فاهمهم وانا معناها متضامن معاك ولا كيفاش نقولوها، انا معاك في الفكره هذه والاداره فيها التكلس. مازلت مشكله اخرى قبل ما نخرج. احنا اغلق سمعهم ثلاثه مشاكل. كنا المشكله الاولى عدم تغيير القوانين اللي باش تتماشى مع معناها مشروع الثوره. قلنا المشكله الثانيه هي الصراع السياسي داخل الاداره. والمشكله الثالثه هي العقليه نتاع المواطن ونتاع الاداري نفسه. معناها نتاع الموظف. اي خويا عقليه استفيده كما احنا نسميوها باللغه العاميه، وعقليه المواطن نفسه اللي يمشي يبحث على استفيده ويبحث على الواسطه ويبحث. هذه زاد راهي مشكله كبيره. لكن المواطن في عقليته ماهوش قابل اللي الخدمات الاداريه من حقه معناها. وما يمشيش يطالب بحقه فيها بعيد على كونه عطاه خويه لفلان ولا سلكات، كل شيء يصلح الوضع هذا. باهي مدام وهيبه نحب تحبني نتفاعل معاك ولا؟ تفضل ما يسالش نعرف انا اخزر. انا زاد اول مره راهو نحكي مع بعضنا، انا ما كنتش نعرف اللي فما جمعيه التواصل مع الاداره، وحتى كي قال لي اسامه الصافي راهو فما جمعيه بهت وانا سعيد اللي فما جمعيه كيما هكا. لكن اللي يدخل فيه الكل انا معك ونتفقوا على مجمل النقاط، ولازم نزيدك حتى النقاط الثلاثه نزيدك زوز ثلاثه نقاط اخرين. لكن هل هذا يبرر كمية اللي تصاور اللي راهم متاع ناس تخدم وما تخدمش؟ فهمتني شنو نقصد؟ معناها هل عادي كونه واحد يقضي في ساعات العمل يقضي ساعة ولا اثنين وهو على فيسبوك؟ هل عادي كونه البوز كافيه تنجم تقعد نص ساعة؟ هل عادي كونه انا موظفين نعرفهم بعد ساعات نخليه في الاداره نلقاه في المرشي؟ فهمتش نقصد معناها؟ باهي ها نمشيو في الاطار هذايا تو باش نعطيك ملاحظتي في الاطار هذايا. احنا يعني هو واحد حط في عائلته في داره مع صغاره، اذا كان ما فماش رجع، اذا كان هني انا كنت نفسر كذا يدخل في النقطه الثانيه اللي حكيتها لك واللي قلت لك راهي مشيت الانقسام السياسي عمل لنا مشكله في الاداره. اذا كان انت ندخلوا بمنطق يعني المسؤول في الاداره سواء كان العرف المباشر ما عرفش نوصلوا العرف المباشر، ما ينجمش معناه يجي يحكي مع الموظف يردعوا اذا كان لقاه شادد الفيسبوك ولا اذا كان لقاه مخرج يشرب في قهوه يحكي معاه تولي له مشكله. تولي له سامبوتاج في الاداره كما نقولوا احنا باللغه العاميه. يا اخي او تسيب هذا. انا احيانا ندخل في لقائي مع مدير عام او مسؤول معناه كبير في الاداره ولا ما عرفش انا رئيس مصر نلقاه متواضع بصفه غريبه، بينما السيد اللي في الجيش يسمعنا كلام ويعاملنا معامله ما تصورهاش في بالك. ما ياخذوكمش ماخذ الجد سيرتو نتصور. اي يعني شوف فما تسايب نقول لك كل شوف والتسايب راهو ما جاش من فراغ، التسايب راهو كيما يكونوا سياسيين نكونوا احنا. من الاخر اخويا خذها من الاخر انا ما نجاملش راهو. لو كان علمونا السياسيين كيفاش نحترموا دولتنا في عقليتهم في تفاعلهم في هي خاطر الاداره معناها الاداره هي تواصل الدوله وهي معناها الفترينه نتاع الدوله. انا نقول لك اكثر من هكا العمود الفقري الاداره. اي شوف احنا ما مشوا الانتخابات وبطريقه ديمقراطيه والصندوق يفرز شكون يحكم تونس وشكون تكون عنده الاراده السياسيه باش يطبقها الاراده السياسيه عن طريق الاداره. صحيح انا خويا من الاخر قلت من الاخر قد تتوفر الاراده السياسيه. لكن هل الاداره قادره باش تطبقها ولا لا؟ وقتاش الاداره تطبقها؟ وقت اللي تكون محايده ويهمها كان في مصلحه الشعب ومصلحه مؤسسات الدوله. انا هذا اللي لاحظناه. شكرا. وهذا دعوه من خلال برنامجك. يعيش. معناها نحب نقول الضمير الاداري يا ليت يصحى يا ليت. يا خويا ميزني ما تخممش في منصبك، شكون باش يعطيهولك الحزب الفلاني ولا الحزب الفلكين. يا اخي انا منصب اللي تحكي عليه انت تسعى له من خلال خدمتك للمسؤولين السياسيين. فما اداره اصلا انت بتشد عليها منصبك
في خراب انت تجري باش تاخذ منصبك. ريت يا اخي كل واحد يخمم في روحه هذيك انانيه وهذيك كما قلت انت بكري عقلي. مدام وهيبه الانسان اذا كان مسؤول يقعد يخمم لي كيفاش باش يكسب مصلحه منصبه ومصالحه الخاصه، كيفاش باش يتلفق معناها ويصلح لدار. شكرا لك مدام وهيبة شرين رئيس جمعية التواصل مع الإدارة، وأنا سعيد اللي تعرفت على الجمعية وتعرفت عليك، وهذوما معناها الجمعيات هذوما يقوموا بعمل جبار. بعض ساعات يمكن ما تجينيش الفرصة ولا ما مش بارفليكس باش نحكيو عليهم، لكن جمعيات هذوما أنا نحبهم خاطر هذوكم يساهموا حتى بالختيوة بالختيوة في تحسين الأمور كما يقول السيد الآخر. شكرا لك أسامة. باهي الخدمة معايا ولا خدمنا نحن قبل، خدمنا ميديا ماغ وقت اللي كانت ميديا ماغ ميديا ماغ، وهي تو مزيت ميديا ماغ ميديا ماغ، لكن أقل ميديا ماغ ميديا ماغ من قبل كان الحبل على الجرار كلهم. ش عندك؟ باش تقول حاجة؟ بوان كولتوريل نسيتو فيسع فيسع وليد سامحونا. اسمع اليوم اليوم اسمع ما تبداو شكلي مش بيكم كل شيء تابعونا. في صافي الصباح نتكلم الحلقه الاولى ما يسالش اسوسياسيون جرين واير كلوب روندوني تقترح عليكم في الويكاند هذايا بالمعارف هذه هي اسوسياسيون زاد جمعيه وتلم الشباب ويخرجوا يعملوا بيتش كامب توا في البحر ما عادش جبولات. اي البحر لو 4 ولو 5 جوي في بحر مرسى الذويبه سيدي الضاوي بن زرت، بلاصه مزيانه على الاخر وهي معناها بلاج فيرج ومن اعز لي بلاج فيرج في تونس. يقولوا معناها الكلوب هذوما الاسوسياسيون يقولوا في الانونس نتاعهم برشا سخانه الويكاند هذا، سيبوا الحيوط اخرجوا بيتوا في الخلاء تلحفوا نجوم اسمعوا موسيقى الحياه موج البحر والحطب كي تكتك في الليل، متع روحك وما تحرمهاش بالدنيا، استغلوا الفرصه ومشيوا لمرسى ذويبه بلاصه مزيانه على الاخر. كنت نجموا تعملوا ريشيرش صغيره تشوفوا تصور توا حدكم تمشيوا يشرهوا تصور. ميرسي بوكو اسامه بالحق مزيان السلوغو نتاعهم سي بيان. نحن زاد دعوه للجمعيات اللي عندهم حاجات هكا ديزاكتيفيتي اوريجينال ايكو توريزم يحبوا جبوليت يتصلوا بنا يتصلوا باسامه يتصلوا بيا يتصلوا بامي بامي ما يتصلوش به برشا خاطر عندك كاسك وما يجاوبش على التليفون. قول لكم موعدنا غدوه شنو الخميس غدوه الخميس موعدنا مع حاتم.